بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم النهاردة عن النقطة اللي دايما الناس بتسأل عليها، اللي هي ايه؟ عايز يبقى غاسل بره وشطف بره، وعايز يجفف بس، او ان الغسالة غسلت وشطفت وجففت عادي خالص، بس هو عايز يعيد على التجفيف تاني. نعمل ايه؟ بقيت باور اهوت زي ما احنا شايفين، ده الباور بتاع الغسالة، تمام. واقوم جاي عند السبين، اول تك اداني 15 دقيقة. 15 دقيقة عبارة عن ايه؟ دقيقة طرد مية و14 دقيقة تجفيف. لو انا ضغطت ستارت في خلال ال 15 دقيقه اللي هي الدقيقه الطرد وال 14 التكييف، هتكون طرد الميه ومجففه الحل. طيب لو انا عايز اتحكم باور، هضغط على السبن، عايز اتحكم في ايه؟ في جزء التكييف ده. اتحكم فيه ازاي؟ لو ضغطت على السبن قبل ما اضغط الستارت، اهو الضغطه قام مديني حاجه اسمها نو سبن، يعني بدون عصر. لو انا الغساله تغسل وهتشطف وهتضر الميه في خلال دقيقه، لكن التجفيف اللي هو ال 14 دقيقه مش هتعملهم. لو قمت عامل كده اداني 400 لفه، دي اقل حاجه في التجفيف، دقيقه طرد وسبع دقائق تجفيف حل. الهدوم بتطلع يعني ايه؟ شبه ناديه ولكن ما بتنقطش ميه. 800 اللي هو اعلى الوسط في التجفيف، يعتبر دقيقه طرد وتسع دقائق تجفيف. 1400 اللي هو اعلى حاجه خالص في التجفيف، وليكن هناخد مثلا اللي هو النوز بين اللي هو بدون عصر، واضغط ستارت، هي في خلال دقيقه هتكون طرد الميه. حتى جابلها على السبين ان هي بتقيد وتطفي، اللي هو اخر حاجه في عندي ووش ورنس وسبين. طبعا المرحله الاولانيه اللي هي الوش اللي هي ديت، المرحله التانيه اللي هي الرنس اللي هو الشطف، والمرحله التالته اللي هي السبين اللي احنا اصلا واخدينها دلوقتي لوحدها. كده بتصرف الميه اهيت. طبعا في حد ممكن يقول لي طيب هو انا بقيت باور واقوم واخد مثلا برنامج؟ لا، ده انا بقيت باور وهي كلها بتبقى منوره اصلا، بخش على السبن مباشر بدون ما اقلب برامج، واقوم ضغط ايه؟ الستارت. في استفسار يا حاج عن النقطه دي تاني؟ لو في استفسار قول له يا حاج. ماشي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.